أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محصي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا نافع يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقتدم مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ضار يا وارث يا رشيد يا صبور وما علينا إلا البلاغ المبين.